نبداو باول وصفه للرمضان، سيغار معمرين بالحوت. اول حاجه غادي ناخذو القزبر ومعدنوس، ثومه، الحامض، مصير، العطري، كلها غتلقاوها لتحت بالتفصيل. الحامض غادي نزيدو الصوجة، زيت العود، كترو زيت العود، نخلطو مزيان المكونات وناخذو المقله نديرو فيها زيت العود ولا عندكم الزبده، معلقه ديال الشرموله، نطيبو داك الكريفيت مزيان وغادي نديروه في صفايه يتصفى. غادي ناخذو في نفس المقله زيت العود والشرموله وغادي نديروا الكالامار يطيب، ما تفوتوش فيه بزاف الطياب سينو غادي يقصح لكم. غادي نديروه حتى هو في الصفايه. غادي ناخذو الشامبينيون نوار، الفيرميسي اللي ديجا درناها في المطايب، نزيدو عليها الشرموله اللي بقات، شويه ديال زيتون مقطع، وهنا غادي نزيدو داك الزيت اللي هبط من الكريفيت والكالامار وغادي نديروه مزيان يتشحروا. غادي تزيدو معلقه ديال العطريه ديال الحوت باش تعطيكم هذا اللون في الاخر، وغادي ديروها يا اما في ورقه ديال الفيلو اولا ورقه ديال البسطيله، الا كنتو غديروا بات فيلو دوبلوها باش ما تقطعش لكم، وغديروها يا اما في الاير فراير اولا في الفران اولا تقليوهم. وبهكا غنكونوا سالينا الوصفه ديال اليوم، وبالصحه وراحه.